عم بسقفوا لي يا غاد روح غطرت لي غطر رجلي كده كده شويه يلا يا جدعان خلصتوا خلاص خلصنا خلاص بتعطيها سيام بس ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع أداء العدوان عن قطاع غزة ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا ورفع الحصار وكذلك أيضا الإمداد العاجل للمنظومة الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية.